هل ايش نرغب في توجيه بخصوص هل نستمع للمايك ام نقرا القران؟ نعم، يعني في مثل هذا اللقاء الاستماع لهذا اللقاء والمحاضره افضل من الاشتغال بتلاوه القران. لماذا؟ لان تلاوه القران نفعها قاصر على صاحبها، بينما طلب العلم نفعه متعد للاخرين. ولهذا قال اهل العلم ان الاشتغال بطلب العلم افضل من الاشتغال بنوافل العبادات. فاذا وجد درس علم اقبل على الدرس واستمع له، ولا تنشغل عنه بتلاوه المصحف. فهذا من قله الفقه، ان بعض الناس ياتي ويشتغل بتلاوه المصحف ودرس العلم مقام، هذا من قله الفقه. فدروس العلم هذه تفوت، تلاوه المصحف معك باقيه، اذا انتهى درس العلم اقرا من المصحف.